أسلم. كيف؟ منيحة، فوت شوفه. يا عمري أنت، ما شاء الله، شوف ما أحلى. ليش عم يبكي يا ترى؟ والله ما بعرف، يمكن اخذ برد. هاتي اعطيني، اعطيني، هاتي. شو بدك تعمل؟ هاتي لهلك، بدي حكي زلمه لزلمه. اهلين حسن، اسمع لنا. هلا ما اختلفنا انه صوتك اعلى بمنيح من صوتي، بدي اقول لك صار وقت النوم اذا ما عندك خبر. شو عم تساوي؟ عم بشرح له الوضع. تعال أقل. تعال أقل لك حسن بيه. رح ينام هون بينك. تعي تسطح. أوبا. حسن، شايفة كيف هدي؟ معناتها هنيك ما كان مرتاح. أي يمكن، لأنه سكت وهدي. عن جد أمير مو غريبة؟ معقول يكون هو مثلا متعود ينام بين أمه وأبوه؟ أكيد مشتاق لأمه، بس وجودك جنبه عم بيهدي، لأنه عم يحس بمحبتك وحنيتك. يعني حتى حسن بيرتاح وبيطمن لما تكوني أنت موجودة. تخيلي معي، أولادنا يسهرونا وما يخلونا نعرف النام. أولادنا؟ إيه لك؟ ليش أنا ما خبرتك؟ أنا ناوي أجيب 3 بنات يكون عندهم غمزات مثلك. بعد لي لنام جنبك. يلا تصبح على خير. شو